تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فإذا كانت عندكم أي ملاحظات على خدمات المستشفيات التابعة لهيئة الصحة بدبي الأربعة اللي هي مستشفى راشد لطيف دبي أو حتى وكذلك المراكز التخصصية التابعة للهيئة مثل مركز الثلاسيميا، مركز دبي للتبرع بالدم وغيرها من المراكز التخصصية التابعة للهيئة، وأيضا مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي هي تقريبا 11 مركز موزعين على المنطقة الجغرافية في إمارة دبي، وأيضا القطاع الخاص كذلك ممكن نحن نتواصل مع إدارة التنظيم الصحي اللي ممكن يأخذون يعني إجراءاتهم في هذا المجال. عموما المجال مفتوح أمامكم مستمعينا على 600-551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. عندنا ساعة إذاعية إن شاء الله يا رب يعني تكون فيها الفائدة للجميع. أول شيء يعني خلوني أبتدي معاكم ببعض النصائح الذهبية لاستعادة نظامك الغذائي الطبيعي بعد الصيام بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، ويعني وعيدنا معاكم كيف ممكن نرجع إلى النظام الغذائي المعتاد. عندنا إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي قدمت مجموعة من النصائح اللي بتمكننا من هذا الموضوع. واحد، وجبة الإفطار يعني تناولها يجب علينا أن نتجنب التخمة والضغط المفاجئ. من بين الأشياء اللي حاطين أنه ممكن تأخذ بيض مسلوق مع اللبنة مع ملعقتين من زيت الزيتون، بعض قطع الخيار والطماطم، وشريحتين من الخبز الأسمر. هذا على حسب إدارة التغذية. وجبة الغداء عشان تحقق التوازن الغذائي يعني ممكن تأكل دياي أو اللحم الأحمر مع طبق الخضار المطبوخة كالفاصوليا البامية الخضار المشكلة وكوب من الأرز المطبوخ وطبق السلطة. أيضا وجبة العشاء تجنب تأخير وجبة العشاء قدر الإمكان. ممكن تأخذ مجموعة من المشاوي أو الدياي البطاطس المشوية المسلوقة أو المهروسة مع يعني السلطات ومصادر الخضار، بعض حبات التمر، وأيضا قطعة من الخبز مع كوب من اللبن قليل الدسم. النصائح العامة اللي يعطونك إياها أن يقولوا لك ابدأ يومك ببعض حبات من التمر أو كوب أو كوبين من الماء. لا تبالغ في أكل العيش، العيش نحن نسميه العيش الأرز يعني الأرز، لا تبالغ في أكله، وحتى اللحوم بعد كذلك لا تبالغ في أكله. مركز على الأغذية اللي تحتوي على الألياف، ابتعد قدر الإمكان عن المشروبات الغازية خاصة بداية النهار، وإذا بتقطعها كلها اقطعها أحسن لك. أيضا قد ما تقدر ابعد عن الوجبات السريعة والمقلية، ودائما احرص على الوجبات المسلوقة أو المشوية، وتماما ابعدوا عن المشروبات الطاقة. مشروبات الطاقة يا جماعة الخير هذه ممكن يعني تدمر الجسم،
يعني هذه النصائح كانت قلنا ما نبتدي فيها برنامجنا. وأيضا يعني نتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. وايد مسألة مهمة أن الواحد قدر الإمكان يحاول أنه يلتزم بمثل هذه النصائح، لأن هي ما تي مني والدرب. يعني ساعات لما أتحدث مع الجماعة برا الاستوديو أقول لهم يا جماعة الخير الواحد يحاسب كذا، قال أنت أذيتنا تراك في الصحة، وكل مرة تقول لنا شو اسمه ولا تاكلون لسه وما مناكل شيء. لا، في وايد أشياء تاكلها. في مقولة جميلة، شو يقولون؟ يقولون كل الفواكه زين، كل الفواكه واشرب الأكل. يعني بمعنى أنك أنت أمضغ الأكل بشكل كبير، والفواكه بدأ ما أسويها عصاير لا كلها، لأن الفوائد فيها أكبر. ووايد أشياء مو ممنوعة، هي دائما الواحد ينظم ويحدد الكميات اللي لازم يأكلها. طيب، ما عندي وقت عشان أقرأ الدراسة الثانية، نطلع فاصل إن شاء الله. بعد الفاصل متواصل معاكم مستمعينا. هني في حد سألنا مجموعة أسئلة على الانستغرام. لا يا أخوي، هذا طالب أشياء ما لها علاقة بالصحة، طالب إمام ومؤذن. وين يجيب لك إمام ومؤذن؟ عموما نطلع فاصل. بعد الفاصل ما نتواصل مستمعين على 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006-4006. وأتمنى مداخلاتكم يعني تثري البرنامج. حياكم الله معانا، المجال مفتوح قدامكم، فلا تتصلوا فينا على آخر برنامج لأن ما نقدر ناخذكم آخر برنامج، أو أنه ممكن نضيق عليكم في المداخلة. الآن عندنا وقت يعني ما نستقبل اتصالاتكم. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن دائما المجال مفتوح أمامكم مستمعين لاستقبال أراكم، اقتراحاتكم، ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. إذن يعني متواصلين عندنا عبر الهاتف إن شاء الله. بتكلمنا الدكتورة سوسن النحاس، طبيبة وأخصائية في مركز الخدمات الوقائية في قطاع الرعاية الصحية الأولية. نتكلم عن موضوع مهم جدا مع الدكتورة سوسن، عن يعني السفر وأهمية التوجه إلى عيادة المسافرين. أول شيء كل عام وانت بخير دكتورة سوسن، وإن شاء الله يعني الله يعود علينا وعليكم بالصحة والسعادة. موضوع السفر يعني وايد مهم بالنسبة للكثير من الناس، أنهم يتوجهون إلى عيادات المسافرين لأخذ التطعيمات المناسبة، فهذا هو الموضوع الرئيسي اللي منركز عليه. فيا ترى شو هي الخدمات التي تقدمها عيادات المسافرين؟ عليكم. هلا أخ محمود، كل عام وانت بخير، وكل عام وكل المتابعين بألف خير. احنا في عيادة المسافرين طبعا ننصح جميع المسافرين اللي طالعين من دبي لأي منطقة في العالم انهم يتوجهون لعيادة المسافرين على الأقل 10 أيام قبل السفر. يعني لو كان شهر شهرين قبل السفر طبعا أفضل، لأن التطعيمات محتاجة أنها يكون لها فعالية وتأخذ فترة في الجسم عشان تكون الأجسام المضادة، بس إحنا نقول لهم على الأقل 10 أيام. في عيادة المسافرين إحنا نقيم حالة كل شخص على حدة، حتى لو كانوا فاميليز يعني عوائل، نقيم كل شخص ونشوف إذا كان محتاج لتطعيمات معينة لحالته الصحية أو تطعيمات تخص الدولة اللي هو متجه لها، ونعطيهم التطعيمات زائد النصائح اللي تفيدهم من كيف يتجنبون بعض الأخطار. نقيم الأخطار اللي ممكن يتعرضون لها في الوجهة اللي هم سايرينها ونعطيهم نصائح لها، أو بعض المناطق تحتاج حتى بعض الأدوية الوقائية اللي ممكن يحتاجونها بعد نزودهم فيها.
طيب دكتورة، أهم التطعيمات اللي لازم الواحد ينتبه لها، وهي التطعيمات الشائعة اللي أنتم تقدمونها وتكون موجهة لبعض الدول، يعني أنت قلتي أن كل دولة فيه لها تطعيمات معينة الواحد لازم يركز عليها، لكن شو هي أهم التطعيمات؟ أوكي، إذا بنقسم التطعيمات نقدر نقسمها لتطعيمات إجبارية، بعض الدول تشترط أن الشخص اللي متوجه لها أنه ياخذ هاي التطعيمات، وفي تطعيمات ريكومندد يعني ننصح فيها، ما في أي دولة تشترطها بس ننصح فيها لحالة المسافر الصحية تقييم الأمراض، وفي تطعيمات روتينية المفروض حتى الكبار ياخذونها، بس احنا عندنا نسبة من المجتمع يعني ما تعرف ان حتى الكبار محتاجين لبعض التطعيمات الروتينية مو بس الأطفال. فالتطعيمات تكون هاي الثلاث أشياء، إجبارية أو روتينية أو اللي ننصح فيها اللي هي ريكومندد. كتطعيمات إجبارية في ثلاث تطعيمات إجبارية لبعض المناطق، طبعا الكل يعرف تطعيم الحمى الشوكية اللي تشترطه فقط المملكة العربية السعودية. طبعا احنا عشان نسهل على الناس هذا التطعيم مو بس في عيادة المسافرين، هذا وفرناه في جميع المراكز الصحية، سيقدر الشخص يتوجه لأقرب مركز صحي وياخذ التطعيم. اللي بيصير العمرة أو الحج يفضل انه ياخذ هالتطعيم قبلها بمدة. في تطعيم ثاني إجباري جدا، كم مرة ياخذونه دكتورة الحمى الشوكية؟ مرة واحدة في العمر ولا أكثر من مرة؟ لا، في ثلاث سنوات. النوع اللي متوفر عندنا 5 سنوات. 5 سنوات، أوكي، يعطي مناعة لمدة 5 سنوات. ممتاز ممتاز. أوكي، في تطعيم ثاني من التطعيمات الإجبارية هو تطعيم الحمى الصفراء يسمونه اليلو فيفر. الشخص محتاج إنه يأخذه إذا كان بيدخل بعض الدول الأفريقية أو بعض دول أمريكا الجنوبية. زائد إذا كان من هاي الجنسيات اللي هي الدول في هذا، وبيصير بعض الدول في شرق آسيا مثلا تايلاند أو ماليزيا يطلبون من هاي الجنسيات إنهم يعطون إنهم يثبتونهم خذوا التطعيم. جميل. فهذا يعتبر إجباري لهم لدخول المناطق. هذا التطعيم فقط متوفر في عيادة المسافرين الموجودة في عيادة ند الحمر وعيادة البرشة. ند الحمر والبرشة. في التطعيم الثالث الإجباري هو تطعيم البوليو شلل الأطفال، يطلبونه من بعض الجنسيات فقط. في دول تطلبها من بعض الجنسيات اللي هي موبوءة بالشلل الأطفال مثل باكستان أو أفغانستان أو نيجيريا سوريا، بعض الدول هاي لأن عندهم البوليو موجود، فبعض الدول تطلب منهم كتطعيم إجباري إنهم يثبتون أنهم خذوا تطعيم البوليو. ممتاز. إذا هذه التطعيمات الإجبارية. هي. هاي فقط التطعيمات الإجبارية. أوكي. ننتقل للتطعيمات اللي ننصح فيها الناس. أغلب بلدان العالم يحتاج الشخص إنه يأخذ تطعيم التيفويد، هو تطعيم يقي من مرض التيفويد ويعطي مناعة لمدة 3 سنوات. طعمه خايس دكتورة، هذا اسميه طعمه. لا لا، أبرة أبرة. الأبرة أي واحد هذا اللي طعمه ما أدري. كوليرا يمكن. كوليرا يمكن هي. الكوليرا ما يحتاجها الشخص حق كل البلدان. احنا نقيم الحالة ونشوف إذا كان محتاجها. أكثر شيء في الدول اللي منتشر فيها يعني المرض، احنا دائما نكون ابديتد شو الدول اللي منتشرة فيها الأمراض ونقرر على حسب الحالة، بس مو كل شخص يسافر بعض المناطق نعطيه الكوليرا. أما أغلب بلدان العالم التايفويد والكبد الوبائي ألف هيباتيتس A يكونون محتاجينها. هيباتيتس A هو تطعيم ينعطى على شكل جرعتين أبرة، تنأخذ مثلا إذا أخذها الشخص اليوم الجرعة الثانية بعد 6 شهور. إذا أخذ الجرعتين تعطي مناعة جدا عالية ولمدة أكثر من 20 أو 25 سنة. فبعد معظم بلدان العالم يكونون محتاجين تايفويد أو الهيباتيتس. من مر عليكم نأخذ الجرعة الثانية عيلت أنت؟ إيه لازم. أكيد، حياك الله. إن شاء الله. والتيفويد دكتورة؟ التيفويد 3 سنوات. 3 سنوات، كل 3 سنوات واحد ياخذها مره. هي. انزل اذا كان مسافر يعني البلدان، يعني لو كان مسافر على افريقيا وكذا، بعض البلدان في افريقيا وغيرها، اغلب البلدان حتى شرق اسيا يحتاجونها. ممتاز. في التطعيمات الثالثه اللي هي الروتينيه، المفروض الشخص كل 10 سنوات ياخذ دفتريه تيتنس. اوكي، هذه مهمه دكتوره، خلينا ناخذ وقتنا فيها. شو هي هاي التطعيمات روتينية؟ حتى لو الشخص مسافر احنا ننصح انه دائما يكون ابديتد وماخذها، كل 10 سنوات ياخذ تطعيم الدفتريا تيتنس اللي هو الكزاز،
وننصح بعد بالتطعيمات الروتينية كل سنة الشخص ياخذ تطعيم الإنفلونزا سنويا حتى لو مو بمسافر، هذا ما لهم علاقة يعني الشخص. الإنفلونزا له موسم معين دكتورة، مش طول السنة، في موسم معين واحد لازم يتوجه لعيادات المسافرية ولا العيادات المتخصصة؟ هو يحمي طول السنة بس احنا نفضل انه ياخذه في بداية الموسم عشان يعطي فعالية افضل. صحيح. اللي هي تقريبا نقول لهم تعالوا في سبتمبر او اكتوبر خذوه ويعطيهم مناعة لمدة سنة. وفي تطعيم الكبد الوبائي باء اللي هو ينتقل عن طريق الدم، هذا التطعيم ينأخذ على شكل 3 جرعات. فنشوف في بعض الأشخاص اللي يكونون كبار ما كانوا ماخذينه، طبعا هو تطعيم حاليا روتيني للأطفال، ماخذينه كل الأطفال، بس في فئات اللي أكبر من العمر ما أخذوا يوم كانوا جهاز، ننصحهم أنه يأخذونه على شكل 3 جرعات وبعد يعطي مناعة أكثر من 90%. جميل. الإنفلونزا يسألون دكتورة إذا هل أنا مجبور كل سنة لازم أخذه ولا يعني ننصح فيه. خصوصا في فئات معينة، يعني في فئات ننصح فيها أكثر من غيرها. مثل اللي شو؟ مثلا كبار السن اللي عمره أكثر من 60 سنة. ننصح الأطفال اللي أقل من 5 سنوات. ننصح الحوامل، طبعا الحامل بتقول معقولة أنا أقدر أخذ تطعيم؟ هي في تطعيمات تقدر الحامل تأخذها وإحنا ننصحها أكثر من غيرها الحامل إنها تأخذ الإنفلونزا. في اللي عندهم أمراض مزمنة مثل أمراض القلب، السكر، اللي عندهم نقص في المناعة، مرضى الكانسر، هذيلا بالعكس ننصحهم أكثر من غيرهم إنهم يأخذونه، لأن الإنفلونزا لو صاب هاي الفئة ممكن يسبب مشاكل مضاعفات كبيرة. جميل. هنا في واحد يقول أنا مسافر أذربيجان، شو أي تطعيم أخذ؟ احنا نحدد مثل ما قلت لك يعني يمر العيادة يسأل يمر العيادة لأن احنا الحالة الصحية للمريض نفسها مراجعة التطعيمات السابقة تخلينا نقرر التطعيمات شو التطعيمات اللي يحتاجها لكل وجهة. قلتي لي الحامل ممكن تاخذ تطعيمات دكتورة، يمكن الفكرة المنتشرة عند معظم الناس ان لا الحامل يعني مفروض ما تاخذ تطعيمات او غيره. وايضا يعني هذا يقودني لسؤال اخر دكتورة، في دائما يطلعون في السوشيال ميديا ولا عن طريق الوسائل الثانية ان يقولون لا التطعيمات مضرة، التطعيمات مو بزينة، والأوليين ما كانوا يطعمون وما ياهم شيء وما أدري كذا. هذا الكلام مغالط لأن وايد منتشر فعلا في ناس تعارض التطعيمات ودائما في هالمشكلة على موضوع التطعيم. بالعكس أنا بقول لك شيء، إنه لو لاحظت في فترة التسعينات بعد ما انتشرت التطعيمات وايد أمراض معدية قلت انقضى عليها، زائد إن الحين لو تشوف أكثر مسببات الوفيات بتشوفها من الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر، أما في التسعينات كانت الأمراض المعدية. صح. هذا يدل على إن التطعيمات من أكثر الإنجازات الطبية اللي صارت، من أفضلها، لأنها وقت من أمراض كبيرة وعديدة، وكانوا الناس يعني تخيل أنهم أشخاص سليمين بس صابهم فيروس أو بكتيريا خلال يوم يومين يموتون، فتطعيم يعتبر من أعظم الإنجازات. أحسنتي دكتورة. دائما نقول لهم خذوا من الطبيب، لا تأخذوا من السوشيال ميديا هاي المعلومات، أنتم محتاجين أشخاص مختصة. يعني إحنا أكيد نهتم في صحة المريض وفي صحة كل الأشخاص، ونبغى الكوميونتي في دبي كلها وفي الإمارات تكون من أفضل، نقدم لهم أفضل الرعاية الصحية، فأكيد إحنا ما نبغى نضرهم، أكيد بنعطيهم كل شيء لأن إحنا نتابع دائما الريكومنديشنز اللي من منظمة الصحة العالمية، نتابع CDC اللي هي لجنة المكافحة اللي في أمريكا، دائما ناخذ منهم، دائما نكون updated. يعني إحنا بشكل مستمر يوميا عندنا update على الموضوع، إن نشوف شو محتاج كل شخص، شو الأمراض اللي منتشرة في كل دول العالم، ونقدم لهم أفضل الرعاية الطبية. يمكن دكتورة واحد من اللي ينقلون الأمراض هذه والعدوى يعني عندنا الباعوض، فهذه دراسة تقول لك أن القرش يقتل سنويا بمعدل 5 أشخاص، الخيل يقتل سنويا 20,000، البقر يقتل 20 شخص، البقر 22، تماسيح 1,000 شخص، فرس النهر 2,900، الباعوض يقتل حوالي 725,000 شخص سنويا.
هذه من ضمن الدراسات. فعلا فعلا في بعض البلدان البعوض اللي حامل للأمراض صح. الحمد لله احنا عندنا البعوض ما حامل للأمراض، بس في بلدان مثل بلدان أفريقيا عندهم الملاريا، عندهم حتى اليلو فيفر اللي قلت لك عنها، الحمى الصخرة تنتقل عن طريق نوع من البعوض، في وايد أمراض تنتقل عن طريق البعوض. فهو فعلا هليكوبتر مالهم البعوضة مالتهم هليكوبتر مو بشاسة فعندهم فعلا يعني احنا طبعا يوميون عندنا ونعطيهم حتى التطعيمات او الادويه الوقائيه، بعد ننصحهم شو الاجراءات عشان يتجنبون عضه البعوض هناك، يعني نعطيهم اجراءات شو ممكن يسوون، كيف انه ننصحهم يلبسون اكمام طويله، يحطون اللي هي في كريمات طارده للبعوض، يعني مو بس تطعيمات، احنا هني نعطيهم اكثر من نصائح تفيدهم في عده اشياء. صحيح، لأن تعطونهم حتى الأمور الضرورية اللي المفروض يسوونها وينتبهون لها أثناء شو من مخاطر فيها البلد. صح، من ضمنها دكتورة أنتوا يعني وايد مركزين على بعض النصائح الطبية، من ضمنها يعني شرب الماء، كيف الواحد يشرب ماء وشو الاشتراطات اللي الواحد لازم ياخذها أثناء هذا، فخلينا ناخذ بعض النصائح اللي ممكن تعطونها للمسافرين. أغلب المسافرين طبعا وايد ناس من المسافرين إذا ما انتبهوا على أكلهم وشربهم في السفر ممكن يصير لهم الترافيلرز دايريا اللي هي إسهال المسافرين. وايد ناس أتوقع يعني أكثر من 50% من المسافرين جربوا مرة في حياتهم أنهم مسافرين يصير لهم هاي الأمراض. فهذا يعني التطعيمات اللي عندنا مثلا يقول هيباتايتس أو تايفويد تفيد من الأمراض المنقولة عن طريق الماء والغذاء، بس ما تقدر تغطي كل الأنواع لأن في وايد أنواع، في بكتيريا، في فيروسات، فالأفضل أن الواحد هو يتخذ إجراءات الوقائية بنفسه. أول شيء طبعا غسل اليدين، دائما نقول في كل شيء في جميع الأمراض اللي عن طريق الغذاء أو حتى التنفسين، غسل اليدين هاي من أهم الأشياء، دائما الواحد عنده معقم ويغسل إيده باستمرار، ينتبه لطبيعة الأكل والشرب. يعني في السفر إحنا دائما هني نقولهم كثروا من الخضرة من الفواكه، بس في السفر نقول لهم انتقوا، لأن السلطات أو الفواكه اللي مو يعني شيء مو مغلف مثلا الموز برتقال أوكي، أما أشياء ثانية لو كلوها بدون ما تكون مغسولة بطريقة جيدة ممكن يصير عندهم إسهال. فنقول لهم حاولوا تتجنبون السلطات في السفر، كلوا الأكل الناضج المطبوخ، دائما حاولوا تشربون ماء من الغراش، بس تكون يعني يكونوا متأكدين أنها الغرشة هم بنفسهم يفتحونها، يتذكرهم بنفسهم يفتحونها يشربون منها، يتجنبون الثلج لأن أغلب الأماكن تسوي ثلج من الماء العادي التاب ووتر. صح، هذه وايد معلومة ضرورية أن الثلج يا جماعة الخير ابعدوا عنه، لأن الواحد ما يعرف وين مصدر الماء الرئيسي لهذا الثلج. هذا واحد. اثنين دكتورة، أحيانا يجي حتى القرصون زين أو الويتر ويحط لك الغرشة وإنه فتحها قدامك، لا تخلينا يفتحه هو. بالضبط، هم يفتحونها عشان يتأكدون بنفسهم أنها ما كانت مفتوحة من قبل وأنها كانت فعلا مياه معبأة مبهور ترسها. زائد أن في ناس تنسى موضوع تغسيل الأسنان، يعني يوم يغسلون أسنانهم إحنا نقول لهم استخدموا اللي هي البوتل ووتر، لا تستخدمون الماي التاب ووتر، يعني نقول لهم استخدموا ماي من الغراش لأن تنظيف الأسنان ممكن هم يغسلون أسنانهم وغسلوها بالماء يبلعون جزء من الماء ويكون ملوث ويصير لهم إسهال. إيه هني تقولهم مروان الله يعزكم يا أمساك يا إسهال وهذا كلام سليم الصراحة، خاصة عقب رمضان دكتورة، يعني شوية البطن بعد مو متعود على الفطر، بعد متعود على الصيام، فهني بعد نص ما شاء الله حلويات وسوالف المعدة مستغربة شو استوى فجأة، هي انفجار صاير فيها. زين، هني تقول العصائر الطازجة دكتورة شو وضعها؟ يعني يعتمد، تعتمد مثل ما على البلد مثلا، هم يعني في أشياء على نظافة المكان، يعني طبعا فندق خمس نجوم مو مثل أنا سايرة أخذ في الشارع ومو لابس قفازات وشي، طبيعي أن هذا بيكون في خطورة. صحيح، وبعض الكافيهات دكتورة اللي فيها الشاي والقهوة وكذا الواحد بعد لازم ينتبه لأن فيها مصادر للماء الواحد ما يعرف من وين، بس كان الماء مغلي الماء يومي غلف لدرجة حرارة معينة وكان في الميكروبات تنقتل هاي الميكروبات. الحليب اللي يضاف دكتورة، الحليب طبعا لازم يكون مبستر اكيد وبعد يكون مغلي لدرجه معينه،
يعني في السفر لازم ينتبهون لأكلهم وشربهم، مو من أي مكان يأكلون. أحيانا تجينا حالات دكتورة وايد صعبة، في ماخذين الفيروس ولا ماخذين المرض من الخارج، وهذه مسألة وايد خطيرة وممكن يعانون منها مدى الحياة بعد كذلك. احنا يوم نقول لهم حتى ان انتم تعالوا خذوا التطعيمات، لانهم ما بيقون نفسهم بس، هم بيقون نفسهم عوائلهم وكل المجتمع اللي بيرجعوا له، لانهم لو ساروا لقطوا امراض مو بس هم بيتعبون، هم بيردون بينقلون المرض للمجتمع اللي حواليهم. نعم. فهم نعم. بهالطريقه يحمون نفسهم ويحمون غيرهم. جميل دكتوره، نحن ان شاء الله بتكون لنا يعني مقابلة أخرى كذلك، منحاول نستضيفك عندنا في الاستوديو، نتكلم أيضا عن الكثير من الخدمات اللي أنتم تقدمونها في هذا المجال، وأيضا بعض الأنماط اللي الواحد لازم يقي نفسه من هذه الأمور. دكتورة سوسن النحاس، طبيبة وأخصائية في مركز خدمات الوقائية بقطاع الرعاية الصحية الأولية، نحن شاكرين لك يعني وقتك، وأدري خذناك من العيادة لكن سامحينا لأن الموضوع مهم أن الناس يتقفون فيه. لا، شكرا جزيلا، الناس تكون استفادت. شكرا جزيلا لك دكتورة، شكرا. مع السلامة. إذن مستمعين المتواصلين معاكم، أطلع فاصل قصير وبعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن جزاهم الله خير في البث المباشر، عطونا بس هاي الشوكولات وكلناه، شوف الصوت راح. إنزين، عموما هيئة الصحة يعني تجري استعداداتها المكثفة لاستضافة مؤتمر الرابطة الدولية للتنظيمات الصحي الأيامرة المقرر عقده إن شاء الله ضمن أعمال مؤتمر التنظيم الصحي الثالث عام 2018 في الفترة ما بين 6 إلى 9 أكتوبر المقبل، تحت شعار تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية. عنوان قوي وكبير، وفي الكثير من المواضيع اللي الواحد بيطرحها في هذا المؤتمر واللي تهم كل العاملين في القطاع الصحي وبالتالي تهم جميع أفراد المجتمع. عندنا الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي معانا في الاستوديو، صباحك الله بالخير دكتور وكل عام وانت طيب. صباحك الله بالنور وعيدكم مبارك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك دكتور، ويعني نحن ما باركنا لك بالمنصب الجديد لكن تستاهل، وان شاء الله يعني هذا هو تكليف وليس تشريف، والله يعينكم ويقدركم على خدمة الناس. دكتور نرجع للحديث عن مؤتمر الرابطة الدولية للتنظيم الصحي أو مؤتمر التنظيم الصحي الثالث 2018، فكرة عامة عن هذا المؤتمر، شو هو هذا المؤتمر وما هي الأهداف اللي تسعون لها؟ المؤتمر هذا أول مرة يحصل في منطقة الشرق الأوسط، عبارة عن جميع المنظمات العالمية اللي تنظم القطاع الصحي يجتمعون مرة كل سنتين ويعرضون تجاربهم ودراساتهم في أفضل الممارسات بخصوص التنظيم الصحي، ونحن إن شاء الحمد لله يعني في إمارة دبي فزنا بتنظيم المؤتمر هذا، وإن شاء الله راح يعني يكون عنوان المؤتمر تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية. نعم. يعني مثل ما تعرف نتوقع حضور حوالي 700 يعني مشارك عالمي غير الحضور من الإمارات. صحيح. حضور ضخم إن شاء الله. إن شاء الله حضور ضخم يكون إن شاء الله في مركز دبي الدولي للمؤتمرات في شهر أكتوبر من 6 إلى 9 أكتوبر، فنحن متأملين خير من هالمؤتمر ونعرض تجاربنا ونستفيد من تجارب الآخرين، ويعني أهم شيء الفائدة لجميع العاملين بالقطاع التنظيم الصحي. طيب الحين هذه الكثافة في الحضور والعدد الكبير المتوقع دكتور أكيد بتنعكس بشكل مباشر على أوراق العمل، مجالات المناقشات اللي بتكون مقررة، فشو عن أجندة العمل وشو اللي تحمله من أوراق؟ تم الانتهاء من عرض يعني أو اعتماد الأجندة. إنزين، راح ننشرها إن شاء الله في الموقع الإلكتروني اللي هو أيامرا 2018 dot com. إنزين،
يعني حتى تم قبول حوالي 4 أوراق بحث من هيئة الصحة راح تنعرض إن شاء الله في المؤتمر. يعني تبغينا نعلن عنها ولا نخليها الأوراق؟ بتكون معلنة يعني بنعلن عنها في الموقع الإلكتروني إن شاء الله تعالى. فطبعا من أهم المحاور اللي راح نناقشها في المؤتمر كفاءة المعايير والتشريعات المنظمة للرعاية الصحية، تقييم ومقارنة بين المعايير الدولية في مجال التنظيمات الصحية، تشجيع أفضل الممارسات الصحية والجودة في مجال الرعاية، المفاهيم والمناهج الجديدة لتنظيم الممارسات الطبية. مثل أعطيك مثال على المفاهيم الجديدة، أن قبل كان الطبيب يترخص وخلاص يتم تجديد ترخيصه يعني بشكل روتيني، الحين بالاستفادة من قطاع الطيران يعني كابتن الطيارة يتم تقييمه بشكل دوري صح، حتى يتأكد أن مواكبة للتطورات. فنفس الشيء يعني في بعض الدول أن فت بعد كذلك لأن الحين أنه يمارس هذه المهنة. ففي بريطانيا يعني دخلوا نظام جديد اعتماد أو إعادة تقييم، فبنشوف تجربتهم في هذا المجال ومدى يعني ملائمتها أن ننفذها إن شاء الله في دبي يعني. جميل. فمن الأفكار الثانية بعد أو المحاور الثانية كيفية تطوير قطاع التنظيم الصحي ووضع سياسات وتشريعات المواكبة ومستقبل قطاع الرعاية الصحية والتنظيمات الصحية. يعني في فرص وتحديات في قطاع التكنولوجيا زين نستفيد منها، يعني من أحياء سلسلة الثقة أو الإنترنت الأشياء، فكيف نستفيد من هذه التقنيات في التنظيم الصحي وحتى الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي راح يكون له دور كبير يعني في الطب، وما راح يكون بديل عن الطبيب بس راح يكون مساعد للطبيب، نفسه للروبوت بعد. جميل. هذا دكتور بس ذكرتني ب يعني اعلان كان عن طريق CNN ان دبي اصبحت مركزا للسياحة العلاجية واحتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، هذا وفق أحدث تقرير صادر عن مؤسسة نايس فرانك. وبحلول 2020 إن شاء الله تهدف دبي إلى جذب 500,000 سائح علاجي مقارنة ب 325,000 في عام 2016. أيوه. يعني دكتور هذه الأرقام وهذه الإنجازات ما كانت بتتحقق إلا إذا كان في تنظيم صحي قوي ومؤثر وقاعد يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي. فهني أبغى أتكلم عن أهمية هذه المؤتمرات للعاملين في القطاع الصحي سواء كانوا القطاع الحكومي أو الخاص. في يعني عدة فوائد لتنظيم هذه المؤتمرات، يعني منها زيادة الخبرات في الطاقات المحلية، تعريف الخبراء العالميين اللي راح يزورون دبي، يعني في بعضهم بيكون أول مرة وبعضهم يعني زار دبي يعني من قبل، فنستهدف استقطاب الكفاءات والخبرات العالمية الطبية حتى يعني نشجع السياحة الصحية في دبي. طيب الآن قطاع التنظيم الصحي في له دور في الإشراف على القطاع الصحي في إمارة دبي. طيب خلينا نتكلم عن الجهود اللي أنتم تسوونها دكتور في هذا المجال. عندنا مشاريع كثير يعني واعدة وراح إن شاء الله تخلص في الربع الأخير من 2018، منها مشروع شريان الجديد اللي هو يعني بيكون العمود الفقري للتنظيم الصحي، تقديم الترخيص، ترخيص الأفراد، ترخيص العيادات، تجديد الترخيص، الانتقال من منشأة لأخرى، الإجازات المرضية بتكون موجودة فيها ومربوطة بعد مع نظام الموارد البشرية في الدوائر المحلية والوزارات. راح يكون بعد في مشروع ثاني، مشروع قياس هذا مثل يعني نحن نشبهها بصحة 7 نجوم، أن يتم تقييم مستوى الخدمات الطبية زين المقدمة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع وتصنيفها. الخاص وتصنيفها. جميل. ويعني النتائج اللي بتطلع بتكون بطريقتين، الطريقة مبسطة للمرضى وطريقة فيها تفاصيل أكثر للمهنيين الصحيين حتى يستفيدون منها ويعرفون مع يعني مستواهم الحالي وكيف يقدرون يعني يرفعون مستواهم. كيف يعني طريقة مبسطة للمرضى؟ شو اللي بتعطونها؟ يعني للمرضى بيكون حسب الإدارة
يعني إدارة الأطفال أو قسم الأطفال قسم الجراحة، وبيكون نجوم يعني ثلاث يعني نجوم هذا أو أربع نجوم خدماته كيف أن الخدمات اللوجستية تتحدثون ما تتحدثون عن لا. جودة الخدمات نتحدث عن خمس محاور كلها تكون يعني بالطريقة المبسطة تكون يعني نعطي المتوسط ونخليها كنظام نجوم، بس إذا نتكلم عن المحاور يكون جودة الخدمات السريرية، كفاءة الخدمات السريرية، سعادة المريض وكيفية الوصول للخدمة، ويعني نبغي نغطي كل المحاور مثل ما يقولون 360 درجة ما شاء الله يعني. وحتى أن القطاع الصحي لما يشوف تقييمه يقدر يقول أنا أوكي في كفاءة الخدمات أوكي، بس ولكن لازم أزيد مثلا في بعض الأشياء اللي تزيد سعادة المرضى مثلا يعني. ممتاز، يعني أنتوا تسووا له مثل دراسة حق نفسه أنه ممكن هو كيف ممكن يطور نفسه بالضبط وكيف أنه يقدر يصل إلى كاتيجوري أعلى وأعلى. وطبعا هذا مشروع ضخم وراح يكون على عدة مراحل، بس صحيح. المرحلة الأولى إن شاء الله بتكون في الربع الأخير يعني 2018. دكتور أرجع للحديث عن التعاون والشراكة والاستراتيجية اللي ما بين القطاع الحكومي والخاص لتقديم خدمات متميزة تساهم في تشجيع السياحة الصحية مثل ما ذكرنا. اليوم نحن نحتل المركز الأول في الشرق الأوسط حسب التقييم والدراسة اللي ذكرناها. فهذا أنت حين دائما نقول نحن قد يكون من السهل أن تصل إلى القمة، ولكن أن تحافظ على الرقم واحد هني شوية المسألة تكون صعبة. فخلنا نتحدث عن القطاع الصحي والقطاع الحكومي وأهمية هذه الشراكة. أنا عارف أنكم أنتم دائما دكتور تسعون يعني، وهذا الكلام من زمان يعني أكثر من 10 سنوات أو أكثر ما أدري، صحح لي إذا أنا غلطان ولا لا، أن في هيئة الصحة نحن نسعى دائما إلى مسألة أن نبعث المفتشين، وفي آلية معينة للتفتيش لتصحيح الأوضاع مثل ما أنت ذكرت، بما أنكم أنتم سويتوها الحين كاتيجوريز بعد بتكون مسألة أسهل. هي مو قضية أني أنا رايح أخالف الشخص على كثر ما أنا رايح أوعي بهذه المخالفة الموجودة عنده وعدم تكرارها. فخلنا نتكلم عن هذه الآلية، وأنتوا حتى استحدثتوا بعض التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي دخلتوا في هذا المجال. التفتيش مثل ما قلت أخوي محمود يعني هو بيكون وسيلة لحماية المرضى، وفي نفس الوقت يعني تشجيع الممارسات الصحيحة. يعني إذا شفنا ممارسات غير صحيحة نوجه القطاع الصحي أن يوقفون هذا الشيء أو يغيرون للطريقة الصحيحة. ونحن نبدأ رحلتنا في التفتيش من بداية إنشاء منشأة صحية. يعني نحن نحاول نخلص إجراءات فتح منشأة صحية في أسرع وقت كخطوة أخيرة بعد تقديم الطلبات والمخطط الهندسي واعتمادها. يعني نقوم بزيارة للعيادة أو المستشفى، إذا كانت الملاحظات بسيطة نحن نوافق عليها مع يعني وضع خطة تصحيحية أن يبدون الشغل ونمر عليهم بعد تقريبا شهر ونشوف أن كل شيء يعني تم تعديله. جميل. إذا كانت ملاحظات كبيرة ما نقدر يعني، فهذا مثال. المثال الثاني في الزيارات، الزيارات عنا زيارات العشوائية والزيارات المعلن عليها. نعم. يعني المعلن عليها نحن يعني نتواصل مع المنشأة مع المستشفى ونقولهم نحن بنزوركم في هذا اليوم، الهدف منا يعني مثل ما قلت التأكد من جودة الخدمات وسلامة المرضى. ومن التقنيات الجديدة اللي راح ندخلها إن شاء الله إنترنت الأشياء، مثلا إذا أعطي مثال في الصيدليات بتكون في مثل مجسات لقياس درجة الحرارة تكون مربوطة بالنظام الإلكتروني. ما شاء الله. إذا درجة حرارة يعني ارتفعت ويأثر على سلامة الأدوية يتم إرسال يعني رسالة نصية وحتى إيميل للشخص نفسه أو صاحب العيادة أو المسؤول عن المشرف على العيادة أو الصيدلية أن يعني لتصحيح الوضع هذا. دير بالك يعني. إذا ما تم التصحيح بعدين إحنا يعني نتواصل معه. جميل. والله هذه تقنيات وايد مهمة الواحد يعرفها وكذا، لكن دكتور نحن المشكلة إن الوقت مضى علينا بشكل سريع، فأبغي أتذكر بمؤتمر التنظيم الصحي الثالث لعام 2018 ومؤتمر الرابطة أيضا بعد مصاحب لمؤتمر الرابطة الدولية للتنظيمات الصحية الأيامرة.
كيفية الاشتراك في هذا المؤتمر اللي حابين يشاركون في هذا المؤتمر. نذكر على السريع بطرق التواصل معكم. عن طريق الموقع الإلكتروني iamra2018.com وتم التسجيل هناك يعني. وإذا في أي استفسار طبعا يعني قنوات التواصل مفتوحة اللي هو 800-342 زين, أو حتى عن طريق الإيميلات يعني وصل صوتك كله جميل. أيضا طرق التواصل كلها بتكون على iamra2018 iamra2018.com. ممكن تأخذون يعني كل التفاصيل. السبيلنج مال ايامرا IAMRA زين. هو جوجل الحين يصلح لك حتى بعدين ما شاء الله يعني الذكاء الاصطناعي هذا يعني مستقبل ان شاء الله يكون عامر ب. وراح يعني نخلي بعد مثل رابط للمؤتمر الدولي بيكون في موقع dha.gov.a. دكتور نحن شاكرين لك هذا التواجد وسامحنا عادة نحن نطلعك من مشاغلك يمكن الاستوديو, لكن نستمتع بوجودك دائما والمعلومات اللي تضيفها للمستمعين. فالله يوفقكم إن شاء الله وتكون يعني مشاركة قوية وجميلة وإضافة كبيرة لخارطة المؤتمرات في إمارة دبي, مؤتمر الرابطة الدولية للتنظيمات الصحية الأيامرة. الدكتور مروان الملل المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي, شكرا جزيلا لك وكل عام وانت طيب مرة ثانية. إذن مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. شكرا ميرا الخفلي, شكرا حسني بلاونة كان معنا في الإعداد, وشكرا أيمن سرحيل, وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.